اهلا بحضراتكم من جديد. طبعا هنبتدي فقره من ضمن الفقرات المهمه جدا وبتهم كل جمهور النادي الاهلي بالطبع، وهي فقره ترند الاهلي والكلام اللي على السوشيال ميديا بخصوص النادي الاهلي. نبتدي بالحساب الرسمي يلا كوره على انستجرام واللي بيتكلموا فيه عن محمد الشناوي، نجم من نجوم النادي الاهلي واحد افضل الحراس خلال الفتره الحاليه ان لم يكن افضلهم بالطبع، سواء على المستوى المحلي او الافريقي كمان. في الحقيقه هما بيتكلموا على جدار النادي الاهلي الكبير، محمد الشناوي يصل الكلين شيت رقم 23 هذا الموسم ويعادل الرقم القياسي التاريخي في موسم واحد بالدوري المسجل باسم شريف اكرامي. وهنا في توضيح مهم جدا لازم نقوله لحضراتكم، لان في ناس تقول لك امبارح ان الشناوي كده 24 مباراه كلين شيت، هما حاطين في الاحصائيه دي مباراه الزمالك اللي انسحب فيها نادي الزمالك. محمد الشناوي كان في التشكيل الاساسي لهذه المباراه ووقف مع اللعيبه زي ما وقفوا المنظر اللي حضراتكم شفتوه ساعتها، لكن في كل الاحوال دي مباراه اعتباريه ما بيتحسبش ارقامها، بتحسب بس النقاط اللي بيكسبها الفريق بناء على انسحاب الفريق الاخر، فمش هتتحسب ضمن الارقام بتاعه الشناوي. الشناوي حتى الان 23 مباراه كلين شيت بيتساوى مع شريف اكرامي حارس الاهلي السابق، وان شاء الله عنده فرصه من خلال الاربع مباريات المتبقيه في بطوله الدوري ان هو يكسر الرقم ده، وباذن الله هيكسر الرقم ده لان الشناوي حارس ممتاز في الحقيقه ويستحق كل التقدير والاحترام من كل جماهير النادي الاهلي، مش عشان بس هو حارس كويس، لا علشان كمان مواقفه المهمه واللي حضراتكم عارفينها، وهو في الحقيقه كابتن بمعنى الكلم، كابتن بمعنى الكلم، والكلام بيبان من التصريحات بتاعته كمان. يعني في كل الاحوال في حساب في الجول على تويتر بيتكلموا على ان المرمى في امان، ده حقيقي، محمد الشناوي عادل رقم شريف اكرامي بالوصول ل 23 مباراه بشباك نظيفه في الدوري، وهو الرقم الاكبر لحراس المرمى في تاريخ الدوري المصري في موسم واحد. الشناوي لديه فرصه لكسر الرقم ده زي ما قلنا خلال المباريات المتبقيه من بطوله الدوري، وانا من وجهه نظري ليستحق لقب وحش افريقيا هو محمد الشناوي. طبيعي جدا ان هو يستحق هذا اللقب وهيستحقه اكتر واكتر لما يجيب لنا بطوله افريقيا باذن الله تعالى. فهو في الحقيقه وحش فعلا في حراسه مرمى النادي الاهلي محمد الشناوي، وان شاء الله وحش افريقيا كمان لما يجيب لنا البطوله.